السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص مش فاضل كتير على الفرح، هو فاضل يومين بس ان شاء الله. فطبعا انا اتضغط عليا كتير منكم ومن العروسة عشان خاطر نعمل لكم الجولة دي. النهاردة ان شاء الله هنصور لكم جولة اللي هي بعد الفرش النهائي بقى، بعد كل حاجة. النهاردة هتشوفوا ان شاء الله عيش الزوجية بتاعنا، ان شاء الله هيعجبكم. عايزكم تقولوا رأيكم في كل تفاصيل في البيت، لو في حاجة مثلا احنا عاملينها مش في مكانها الصح برضو عرفونا، احنا لسه بنتعلم ولسه بنشوف ولسه معانا الايام جاية كتير ان شاء الله نغير ونعمل كل حاجة. صباح الفل يا جمهورية، صباح الفل يا امبراطورية، صباح الخير مساء الخير حسب التوقيت المحلي لمدينة حضرتك. الناس اللي بتقول محمد فين، مختفي عن الكاميرا، مختفي عن الكاميرا. انا بس مختفي عن الكاميرا عشان خاطر الاضواء اليومين دول على العريس والعروسة، فانا مش عايز اخد من عليهم الاضواء. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هيعملوا جوله في شقه العروسه، ربنا يبارك لها فيها ويسعدها وربنا يملاها لها خير وقبال عندكم جميعا. وعدتكم ووفيت بوعدي. هو ما كانش عايز يعمل جوله في البيت وانا هعمله النهارده، ما كانش عايز يعملها. انا عايز اقول لكم اصلا ان الفريق اللي انتوا شايفينه ده كله لاول مره هيكونوا بيتفرجوا على البيت، محدش شافه لسه لحد النهارده. انا ونهال احنا كنا حريصين جدا ان البيت محدش يشوفه غير في النهايه عشان كله يقول رايه بصراحه. لا احنا ما شفناش الفينش. صحيح الفينش. ممكن اقول حاجه؟ لا انا ما اقصدش البيت، انا اقصد الفينش النهائي. ممكن اقول اي حاجه؟ بس البركه بقى، البركه بقى كلها طبعا. الزبط كله هنا. الحاج سيد ربنا يبارك في عمره ويبارك له في اولاده، وهقول له قدامكم عقبال عبد الله يا رب. يا هل يحيى يا رب كده، ومحمد نفرح بيهم وعمر حسين حسن بقى. انا الحمد لله اتاكدت ان ربنا بيحبني وان ابويا وامي دعواتهم مستجابه، ان انا ربنا دخلني بيت الراجل ده. انا بديله حقه عشان انا الحمد لله انا ارتحت في جوازي فوق مما تتخيلوا بسببه هو. فهو طبعا انا ما بعرفش اقول الكلام ده، بس ربنا اللي يعلم. الله اللهم امين. هو ربنا لوحده اللي يعلم معزته ومحبته في قلبي عامله ازاي، لان هو بقى في مكان ابويا بالظبط، وانا باخد رايه في حاجات كتير وبتعلم منه زي ما بتعلم من ابويا بالظبط. فربنا يخليك لينا. ربنا يخليكم. يعني معنى كده، معنى كده ما وصكش على البنوته دي؟ لا ما توصليش، انا اتخدت توصيه لما شبعت. خلي بالك ده هو اللي ضبط نفسه كده. هو اللي حكم على نفسه. انا بقول اللي انت عايز تقول. انت اللي حكمت على نفسك. اللي انت عايز تقول انا بقول. خلي بالك انا مش متكلم. احنا الثلاثه كده ايد واحد. الله يبارك. لا ما تقلقش وانا مش هكسب. وانا بص انا تمام كده، تمام في الايدين. انت ايه رايك فيا؟ انا خليني في الايدين، انا مش صعب. انا خلينا مع الراجل دول حاجه، هم دول الضمان الكافي بتاعي. طب بص احنا نتفق اتفاق، احنا كلنا هنروح نتفرج على البيت. لو في حد عنده ملحوظه في اي حاجه يما يقولها. انا عندي ملحوظه مش عاجباك قول لي مثلا. احنا مستنيينك نقول الملاحظ. انا عندي ملحوظه يما. انا عندي ملحوظه. يعني انا عايز اعرف يا حاج، يعني هم ياخدوا الملاحظه؟ انا عارفه الملاحظه. عندي ملحوظه واحده ممكن اقولها بعد. انا عارفه ان في ناس لحد دلوقتي قاعده بتتفرج علينا وما دهسوش لايك للعريس ولا للعروسه. والله الاهتمام ما بيتلفش بقى، الاهتمام ما بيتلفش يا جماعه. انا عايز اقول لكم ان في احصائيات القناه ان في نسبه كبيره جدا من اللي بيتفرجوا علينا مش مشتركين في القناه. الاشتراك ببلاش واللايك ببلاش من غير اي حاجه. اللايك ده بس بيعرفنا ان الفيديو عجبكم، والاشتراك ده بيشجعنا وبيخلينا نفرح كده ان احنا في تطور ونكبر كده ان شاء الله. هنكبر بكم انتوا. محمد عايز تشجيع من النار. 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 ويلا ويلا. كلمه اخيره تعقيبا على اللي انت قلت. انت طلبت ان احنا ايه نقول ملاحين. انا الملحوظه اللي هقولها هقولها من هنا. ايه هي؟ هقول لك نقول ايه. نقول الحمد لله والشكر لله في اللي احنا فيه، فضل وعدل من ربنا وربنا يدي كل الناس. ومش هنطلع ملاحيظ لانها نعمه من عند ربنا. الحمد لله. ماشي متفقين؟ متفقين. هنقول لك مبروك من هنا. الله يبارك فيك. ما تعضي يا هقول لك 100 100. بقول لك يا حسن نقاوي تعيني، عارف لو تزعلها في يوم ما اقدرش يما هتاخد على قفاك مني. قلت لك يا عم انا الحاجه يما. ايوه دي بنتي اللي انا يما، دي مراتي يما. قفايا ايه بس؟ ايوه لو انت بص لقيتك في يوم معبوك كده اعدلك على طول. خدت حقك كده خلاص؟ اطمنتي؟ اطمني كده. توصيل كده متوثق رسمي. عشان احنا بنحبك فبنحبك. الحمد لله ودي حاجه تبسطني. والفيديو ده يشهد عليه. ثانيه يا حاج،
لو احنا ما بنحبكش مش هنقول اللي احنا بنقوله. فاحنا واثقين ان انت متربي الحمد لله ومحترم وابن حلال ونهال بتحبك تنقيت عينيها زي ما بيقولوا. نقيت عين نقيت عين انا لا يا بنت اكمل الجمله انت جبتها بس يا حبيبتي. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده انت سبب ان شاء الله. لو انت كده مش هنقول الكلام ده وانا عمري ما بقى غير كده. بس احنا بنبين لنهال قد ايه احنا حبيناها وبنحبها وقد ايه هي بقت مننا وبنتنا. ده مقصود يعني مش ان احنا بنوثق عشان انت وحش ولا انت كده ولا انت كده. لا انا واثق انت حته مني. الله يبارك لك يوم. الحمد لله. يلا بينا هيلا هيلا يلا يا عفروتو. هو انت عرفتنا عفروتو ده. تعالوا الاول احنا هنشوف البيت من بره بعد كده ندخل جوه. نسمي بالله. بسم الله. ما قلتليش ايه رايك في الاوت فيت بتاعي. انت على طول جامد. ده انا لابس لبسك انت ما خدتش بالك. انت على طول يا عم براحتك يا عم. طبعا انا اول حاجه البسين اتملى الحمد لله بقى نضيف الحمد لله وبقى يشرح القلب. هو محتاج غطس بس. عايزين نعمل تحدي بقى اللي يقدر ينزل بسين. عمر يا ريته كان موجود. طب مفيش حد يعمل لنا بروفا يعني يضرب غطس على طول. طبعا الجنينه كان نفسي ان هي تبقى خضره بس ما لحقناش لان انا حاطط لها رمله ولسه ما طلعتش. الرمله دي عشان خاطر تدفى كده وتطلع تبقى شكلها ايه اخضر وجميل. يلا ندخل جوه. في توقيت لا منه صيف ولا منه شتاء ولا منه ربيع فانت اللي متجوز في توقيت كده ما تستناش الجنينه تخضر. يلا تعالوا دلوقتي عشان في مرحله مهمه جدا وهي هتخضر على وش نهال ان شاء الله. انا هجيب الخير كله. في خطوه مهمه دلوقتي ان احنا لازم نقلع الجزم. قبل ما نخش نبتدوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ونقلع الجزم عشان حماتي هتقطعني. هنخش برجلنا اليمين ان شاء الله. جاهزين اللي هيقلع الجزمه يدخل اهو. هتولع لعب بس لما الكلام اللي انت بتقوله بتحسب عليه. خلي بالك. فخلي بالك ايه خلي بالك انت بتهيل شويه. بيقلع الشراب امي. بيقلع الشراب امها. يا لو ده انت بتستنيه. يلا جاهزين. انا عايز شراب والله بتاع امبارح بس خد شراب جديده حسك كيس اخد لك بقى. يلا يا بخت اللي بياخد شراب حماته. بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلنا على الله. بسم الله ما شاء الله. انا بقى اول قبل ما اخش هزغرت بس هزغرت ايه على قدي لاني ما بعرفش ازغرت. حلوه كده يا حاج. حلوه كده بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. انا ما بعرفش بس من الفرحه. نبدا بالريسبشن. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا كل حاجه في البيت الحمد لله انا والنهال كنا بنختارها مع بعض من اصغر حاجه لاكبر حاجه. احنا اتفقنا ان احنا هنرسم البيت بتاعنا على ذوقنا اذا كان صح او اذا كان غلط احنا حابينه. فالحمد لله هو طلع معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ده كده الريسبشن بتاعنا. الله اكبر ما شاء الله. ما شاء الله تتهنوا فيه يا رب ويكون بيت السعاده يا رب باذن الله. اللهم امين يا رب. هي تغلبك بالعيال وانت تغلبها بالمال. مبروك يا عروس. عقبال كده يا رب ان شاء الله. عايزين نقلت زهر بس تجيبوا عيال هادي. الله يبارك لكم. اي حاجه اي حاجه. ما هم لازم يكونوا هديم ما يكونوا بيجي. احنا كلنا كنا شفنا الستائر دي وهي بتركب بس ما شفناهاش بعد الفينش والفرش والكلام ده كله. ايه رأيكم في الستائر عشان احنا لازم نقول لمحمود حافظ دلوقتي تسلم ايدك على الشغل الهايل اللي انت عامله ده. وبجد فعلا انت حطيت بصمتك في المكان وان شاء الله تفضل عايشة معانا طول العمر. ما شاء الله. حد عنده اي تعديلات؟ حتى لو عزات على الهايل. تعالوا على المطبخ. يجعل مبروك عليك يا ابني انت وين. ما هو ده تبع الريسبشن. هما شافوا السفره. هما شافوا السفره هنا. طب انت ما بتنورش ليه اللمبه بتاعت السفره؟ انا عايز اقول لكم المطبخ لسه ما اتعملش. هنورها لكم دلوقتي حالا. بصوا هو المطبخ مش فينش لسه بقى ايه حاجات تتحط في الفريزر وحاجات ايه في الادراج حاجات بسيطه بس يعني فينش بنسبه 70%. ولمبه محروقه عملت ايه تطفي. افتح بقى الثلاجه كده عشان طبعا عايز لازم لازم يا ابني بلاش يا ابني. لا افتح 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 بسم الله. وطبعا هي لسه مش الفينش. في حاجات هتيجي ان شاء الله بس لازم تيجي بكره اللي هو ليله الفرح على طول علشان خاطر ايه الحاجات دي بيبقى لها وقت ايه وما ينفعش تطول. اعملك مقلب في حسن. يا ريت يا عيال اللي عايز يعرف حسن بيخبي الحاجه فين يقول ايه. لا اوعى اوعى اوعى. اللي عايز يقول ايه تعالوا معايا العبوا كاراتيه. خش بقى وريني. عايز اقول لك على حاجه تاني. ماشي. ما قعدتش اقول لك فكرت عجبني. انت فكرت الثقه. طبعا احنا حاطين بص ثلاجه الميه دي هنا
علشان تبقى بعيد عن المطبخ واي حاجه، لو عندنا ضيوف ولا حاجه وعايزين نشربه يبقى هنا ما نضطرش ان احنا ندخل المطبخ جوه. ايه رايكم؟ فرجتهم هنا دي كده الدخله بتاعت الباقي. بس طبعا الالوان ديت يعني ايه، هو غيرها يعملها ابيض او اوف وايت او كده يعني، بس ايه مش دلوقتي يعني، مش دلوقتي خلاص العمليه باظت كده خلاص يعني، عشان بس ايه الناس تبقى واخده بالها فما حدش يعلق على الدنيا. كتر خير الدنيا لغايه كده هو تعب، هو تعب كتر خير بصراحه. يلا بينا على الليفنج بقى. لله ما شاء الله. الإضاءة لسه فيها شغل لسه هنعمله، في لومة بتبربش بس ده اللي احنا وصلناه. يا عيال يا عيال، اللي عايز يعرف الحاجة فين يفتح البتاعة دي. افتح البتاعة دي، لا عايزين نفرجهم على القلبة. بس العيال اصل طفل قوي الواد ده، طفل قوي في نفسه. اعطيني واحد اعطيك الله. لا مش عايز من ده، عايز من ده. طب كل واحد ياخد واحد على ذوقه. طفل قوي هما الاثنين اطفال. شفت الترابيه؟ بصوا بقى الكوفي كورنر، ده مهبه الكوفي كورنر. هنا طبعا ماكينه الاسبريسو ومعاها كاتل عشان خاطر لو عايزين نعمل شاي، عايزين نعمل نسكويك، عايزين نعمل حاجه ايه مغليه. والدرج الجميل ده طبعا هنا ناقص لسه نسكافيه هنحطه، دول بس اللي ناقصين. والدراج اللي تحت كمان، والدراج محمد ما يغنيش على اسرار. انا بعتش اقول لك على حاجه تاني، انا بعتش اقول لك على حاجه تاني. مبسوطين يا اولاد؟ مبسوطين قوي. اقول لك بياكلوا مبسوط يا حسن. مبسوط يا عمو. مبسوطين يا اولاد؟ مبسوطين. طب اللي مبسوط يقول ايه؟ ايه ابوكم وامكم بيلعبوا كاراتيه. المرايه اهي، المرايه بعد ما نورناها. مبسوطه يا حاجه؟ لا مش مبسوط. اما انا عروس ان شاء الله. المرايه اهي بعد ما نورناها. الله اكبر ما شاء الله جميله. هو ايه لسه في تلمعات بقى للازاز والكلام ده هنعمله، بس ان شاء الله بكره يعني. هل طلع اتنين ليه كده؟ انت طالع اتنين انت كمان برضو؟ اه لا انا واحد بس مفيش زي تاني. يلا تعالى نطلع فوق بقى. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الزياد صلى على كامل النور. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. خشوا برجلكم لمين؟ ما هم جوه البيت اصلا. لا دول استنى برجلكم. ايه رايكم؟ ان شاء الله الله اكبر. لسه هنا هنحط يعني علبه مناديل. ايه رايكم؟ حلو. الريسبشن الستاير. انا ممكن اودي تعديل صغير مخصوص انا بعد كده. ايوه عارفين الملاحظ بقى. السجاده هناك تيجي. انا عارف السجاده انت عايز تشيلها دي بكام؟ قولنا يا حاج السجاده دي بكام؟ انا مش عارف. انا كفايه اللي انا قلته. انا شايفها حلوه على فكره لان الجو ساقع وشكلها مش نفهم من محمد ليه عايز تخليها سجاده واحده؟ علشان البلاط بيبقى لازم يبان، فانا حاسس ان هم مخطيين الريسبشن كله. بيسيبوش كان حاطط كام سجاده تحت؟ كان حاطط سجاد كتير؟ يلا ندخل على غرفة الأطفال رقم واحد. طب بسم الله. استنى مش عارف الناس رأيها ايه في السجاد؟ ايوه ما هم يقولوا رأيهم بقى، بس احنا نشوف يعني الأغلبية هنعمله. اتفضلوا اتفضلوا. ما شاء الله. الغرفة رقم واحد. بص يا اسطى احنا نيجي ننام عندكم اول ما تخلف فاهم، السرير جاي ننام عندكم. وبعد ما تخلف يا زياد تعالى بات عندنا. بص بقى يا حسن انت ونهال. قولي يلا. انتوا تخلفوا. ايوه وانا اقعد في الاوضه دي بالعيال. ايوه والله بتتكلم حلو. هتشتغل لكم ايه ده؟ هشتغل لكم مربوي. ايه رايك بالستاره هنا؟ احنا عاملين كل حاجه مستقله بذاتها، يعني هتلاقوا الغرف الستاير واحده، هتلاقوا الغرفه هنا لون السجاد ملوش علاقه بالالوان اللي في الغرفه. بص بقى بما ان الستاير عجبتني فتشجيع من النار لمحمود حافظ. تشجيع من النار، تشجيع من النار، تشجيع من النار، تشجيع من النار. ولكل رجالته مش محمود حافظ بس طبعا، بس عشان هو الاساس هناك فاحنا بننطق اسمه هو، ولكن هو من غيرهم ما كانش هيطلع الشغل الحلو ده. بس دي اوضه اولادي بقى صح؟ عشان ان شاء الله اما تجيبوا ولادي. والله احنا مش عاملين اولادي وبناتي، احنا عملنا حاجه شكلها حلو والحمد لله ربنا وفقنا في ده. طبعا يا جماعه بالنسبه للي فوق ده انتوا عارفين بقى بتجوزوا عرايس وعارفين، فما مفيش مكان. بصوا المكنسه اللي شكلها حلو دي، تسلم ايدك يا حماتي والله. المكنسه دي اوعي يا نهال تستخدميها، تفضل نضيفها كده زي ما هي. امال هي جايه تتفرج عليها؟ لا شكلها حلو. لا شكلها حلو فعلا. هتعملوا دعايه للشركه ياكلوهم. هيعملوا دعايه. احنا مش انا عايزه افتحه عشان اوري لهم ان احنا فعلا مش لاقيين مكان اصلا. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. يعني حصل واخد دولاب لوحده بالعافيه. ربنا يفرحكم. ما شاء الله. ربنا يملكوا على خير. كل الناس تدعي لهم يا جماعه بالستر وبالسعاده وبالتوفيق.
التوفيق ان شاء الله ان شاء الله ربنا يستر عليك يا ما شاء الله. هو اللي شايف كله فوت ايه هو ما شاء الله هم كانوا مهتمين بالفوت اكتر من هدومي انا ونهال ان هم يحطوها في الدولاب. ده دولاب الفوت يا جماعه مش دولاب. ايه ما في جواكت اهيت يا اولاد. ايوه ما حاجه نهال جواكت اللي هي هنا الجواكت بتاعتها. تيجي اوريك الاوضه بتاعتي انا بقى. يلا ورينا. تعالوا يلا نخش على الغرفه رقم 2. برضه سموا بالله وخشوا برجلكم اليمين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. بسم الله ما شاء الله. دي اوضتي دي بقى انا خلاص هاخد الغرفه. قولوا بقى قولوا ايه رايكم. طبعا انا واخد الدولاب ده بتاعنا فيه هدومي كلها. طب ما انت عندك دولاب اهو. انا عملت كوك ليه؟ بقى انا واخد دولاب اطفال. ما انت طفل ولا مش لسه انا لسه احمد ربنا احمد ربنا ان انت لقيت حاجه. بص يا محمد وحاجات كمان فوق. ده شبابي مش اطفال. ماشي مع برضه بس مش الدولاب الاساسي مش الكبير. ما شاء الله انت رصيت حاجتك اهو الله اكبر. انا بقول هدومك فين؟ البركه وحماتي وفختها ام محمد هم اللي عملوا كل ده. انا كنت اجيب الهدوم واقول لهم اتفضلوا وسلام عليكم. كل عشان في ناس كانوا مع ام محمد عشان ما حدش يزعل. ما هو الباقيين بس اللي حاطين لي هدومي حماتي واختها ام محمد هم اللي حاطوا الهدوم ولكن الباقيين كلهم هم اللي فارشين البيت. يا جماعه انا هاخد الاوضه دي خلاص انا عندكم هي. بس ترى ما شاء الله بتاع الاوضه دي كيوت قوي وانا بحب الالوان الفاتحه عموما. انت بقى بتحب الملات اللي بتنور يا محمد صح؟ انا بعشق الانوار. جميل ما شاء الله. طبعا بوكس كاتب الكتاب. بص احنا محتفظين بيه فين؟ في اوضتي. ايه رايك؟ ان شاء الله لما اجيب عيال خبيه بقى عشان هيكسروا كل حاجه. يا عم ان شاء الله بس هم يجوا يكسروا البيت كله. معلش يكسروا براحتهم واحنا هنجيبهم تاني ونكسروا تاني ونجهزوا من تاني. اللي بيعيش بيجدي. صحيح. احنا الحمد لله يا رب يرزقك بالذريه الصالحه ويراضي كله مشتاق يا رب. ويا رب يا حسن تجيب توأم. يا رب يا رب يا رب يا رب نفسي واحد من ولادي جبت توأم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طب اعملي جايزه. انا نفسي. ايوه حد يتوأم حلو ولا تعمل كده؟ لا جايزه ملايين. لا جايزه ملايين. لا بس بشرط اللي جبت توأم يدينا منهم واحد. لا 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 انا اللي هربيهم الاثنين. هي دغري الاثنين يا عم. هربي الاثنين ان شاء الله. ولا خلو ولا عدم منهم يا رب. تعالوا نشوف بقى الاهم ونشوف الباقي. يلا بينا. طبعا هي الغرف كلها الحمد لله مصدر بحماماتها بتكييفاتها بكل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم؟ جبت لي السعوديه الغت عندي. ايه رايكم يا جماعه بجد؟ ان شاء الله. لا جميل الله اكبر. سؤال بقى. ايوه تعالى يا محمد. ايوه فين الاسرار اللي انت عايز تقول عليها؟ لا مفيش. مفيش اسرار. هو حاجه هو بظلم من تحت عشان كده رضاه يعني. اه هو شافني يعني. يعني انت بعتنا. اه خلاص يا حاج. طب عشان خاطر ابويا. يلا ما الحاجات دي جايه لمين؟ ما هي جايه علشان الضيوف اللي هيجونا وعشان اهالينا. ايوه كده. هنا بقى حاطين بقى ايه التسالي كلها بس الحاجات اللي هي الغاليه شويه. جبت لي اللب يا نهال. اهو يا ماما. اهو جايب لك لب مقشر كمان. لا انا بحب اللب اللي مقشره انا. هجيبهولك. عندنا ده وعندنا ده ان شاء الله. هنا بقى ايه كفه جميع انواع الشوكولاتات. طب الشنطه دي فيها ايه؟ فيها فيه. انت بتعمل لنا رعايه للغرفه بتاعتك. ايه بالكده ما شاء الله. يجعلها مبروك عليك يا ابني. امين يا رب. ويكفيك شر العين. محمد انت بتحب الانوار صح؟ قوي. نورت لك الدولاب اهو. لا ما شاء الله. بس انت خليك في الجزء ده لو سمحت. برضه طبعا في بص فوق ايه زي ما انتوا عارفين انتوا بقى متجوزين وعارفين. انت دارس في امريكا وعارف. الحاجات اللي بيتشال تحت السرير كمان. ما شاء الله. هو ما شاء الله. نور الاباجوره دي شكلها حلو قوي. عندك ميزان يا نهى؟ اشوفها في ايد ولا مش اسمها؟ الميزان اهو. طب نوريهم بقيه الحاجات اللي احنا بنشيلها طيب؟ يا عم توزن الاول. هوريكم بعد كده نوزن. عايز الحاجات الحلوه. طب اشوف نهى اللي هتاكلنا اكل ايه هنا؟ بما اننا يعني بنتجوز في الشتاء، ايه رايكم بقى في الحاجات دي كلها؟ ابسط يا عم مش هاخد منك شرابات تاني. انت بقى تيجي تاخد من عندي. الشتاء قرب يخلص يا حسن. ما احنا يعني هو ده اول ولا اخر شتاء ان شاء الله لسه العمر طويل. ان شاء الله. اه الحمد لله. ممكن اطلع على السرير ده؟ لا اوعى اوعى حماتي هتقطعك. لا مثبتك ده مبيت. الميزان اهو يلا عشان اللي عايز يوزن وهيطلع لنا فضايح دلوقتي. يا اختي 81 كيلو. 81 كيلو. انا امبارح والله كنت 80 وزن امبارح 81 او اول امبارح. البانيه صح؟ البانيه والشاي مش باين عليه. مش باين عليه اصلا. 86 كيلو ده انت طلعت خفيفه ياما خالص. الحمد لله. طب انا بقى
ما شاء الله 99 كيلو قول 100 ما شاء الله قول 100 الحمد لله انا بقيت انا عايز اقول قول كده طب يا ابني شوف نفس زياد هو ليه ما صفر ايوه كده كام يا زياد 75 كيلو يا لهوي انت كنت 88 وانا 88 يا رب اطلع حاجه و70 يا رب ازاي يعني ما انا 81 الا لو طلعت اخف منه هتبقى حاجه جامده ببتيكه 87 اكتر من امك بكيلو يا حسني ما انا كنا قد بعض واحنا في السعوديه قولي ورايا قولي ورايا يا حسني السوداء يا يا حسني السوداء يا مش هتجوز الا لما ابقى 70 شيل يا ابني الميزان يا ابني واسكت يا ابني شيل الميزان واسكت عشان ما تجوز انت 27 يا ابني انا عارف ميزاني يا ابني عروستك عروستك الاول اه تعالى عشان ما نشوف لا يا ولو النبي اللهم لا حزن سيبوهالي ما هي تدخل عندنا لا والنبي يا ام سيدي عشان نشاهد ابويا احنا واخدينها بكام كيلو لا 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 بعد كده تشوفك لا طيب هو مديها لنا تقول لها ذهب خلاص الحمد لله احنا راضيين كده عايزين نزودها ما احنا ان شاء الله نزودها بس سيبيها زي ما هي يا عم عايزين نزودها لا معلش 11 واحد وزن نفسه ب 55 جنيه هات 50 وساب الخمسة والله ماشي يا عم جدا ماشي يا عم راجل ده من ناكل حلوه تعالى معانا نجد الميزان ونديك الميه ايه رايكم في فكره ان احنا نحط الشاشه في اوضه النوم هنا جميله جميله سيبك من فكره الشاشه دي حاجه جميله لا ايه رايكم فكره ان نحط الجزامه هنا مش تحت ايوه ما تحت مفيش مكان عارفين انت اللي هو هيطلع يقلع الشوز هنا الاول وبعد كده يعني مش عارف ازاي بقالي من اي حاجه هي شكلها ديكور جامد اصلا يعني ينفع الجزامه تبقى فوق الطرف بتاع الحزم ان دي برده جميله لا دي جامده مبخره هنا بقى يحطوا فيها بونبوني بقى دول اه دول هنحط فيهم شوكولاته مش دي مبخره معانا بخور جاي لنا حلو قوي من بره مصر فالمهم بحط هنا كل يوم بخور كده وبعد ابخر البيت كله واشغل قران احلى حاجه وبص اصلا انا جايب الراديو ده طبعا سيد جوز اخت الله يبارك له هو اللي جايبه ده شغال على القران الكريم على طول ده شغال دايما بس انا كنت موطي الصوت بتاعه عشان خاطر واحنا بنصور تبقوا انتوا سامعين ولكن ده الحمد لله ما بيتقطعش من البيت على طول شغال هو جاب لنا واحد عندنا شغال في الجنينه على طول على محطه القران الكريم وعن محمود اخويا واحد فحاجه جميله جدا وبتدي يعني عارف انت القران الكريم ما تفتحش من البيت خالص فتشنوا الفكره ديت هتعجبك واحنا بنشكر الحاج سيد جوز بنتي ونعمه بالله ونقول له متشكرين يا حاج سيد يا ابو ياسين على الراديو اللي انت جبته الحسن اهم حاجه بس خد راي الناس في حته ان انت تخلي هنا سجاده واحده ادي بقى الملحوظه بقى اللي احنا قلناها انا عن نفسي ما بفضلش مصر على رايي لما بلاقي الاغلبيه رايهم واحد فانا بعمل اعرف ان كده انت راجل ديمقراطي يعني بالظبط انا عن نفسي حابب انا يا حاج تشجيع من نار تشجيع من نار تشجيع من نار انا بالنسبه لي حابب السجادتين يكونوا جنب بعض عشان خاطر الريسبشن هنا ما فيهوش عفش كتير ولكن لو الاغلبيه قالوا ان هي تبقى سجاده واحده بس والبلاط يبقى كتير باين انا فعلا هعمل كده بس الاغلبيه يعني هل انا هوله واحده ولا اثنين ولا شايفاها حلوه ولا صغيره قوي ان هل هتضحي وهتفرق عليكم بونبوني لا دي ان هل هتضحي ده جاي تشيلو وتنقل المكان اللي احنا عرفناه لا ده جايبها في الباين خالص بس حلوه الطقطقه دي يا حسن مين اللي عاملها دي محمود حافظ اللي عاملها برضو مع الستاير اه يا جماعه بصوا الراجل ده ما خدش حقه الراجل ده فعلا شاطر قوي وعامل لنا حاجات حلوه قوي انت شفتوا الستاير اللي في البيت كله البافه بالترابيزه بتاعتها خلى الريسبشن هنا شكله حلو بالحاجات اللي هو عملها دي فبجد تسلم ايده وشكرا على اللي عمله حاجه بسيطه بس ساعات يا لبسه جامده حلوه احنا كانت في بالنا ما كناش بنفكر ان احنا نعملها ولكن هو لما جه شاف البيت قال لي الريسبشن ده محتاج لمسه طب ايه هي اللمسه يا عم محمود قال لي انا هعمل لك كام باف كده مريحه لا هو راجل فنان بالظبط محمود حافظ هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت عشان خاطر لو حد محتاج يعمل اي حاجه في البيت الراجل ده محترم قوي هيديكي رايه هيفرجك على شغل كتير قوي لو انت حابه تعملي اللي في مزاجك واللي انت مقتنعه بيه هيعمله لك مش هيقول لك لا لو انت حابه تاخدي بكلامه برده مش هيقول لك لا وهيساعدك ويعمل لك كل حاجه وكمان اللي هيقول ان هو جاي من تبعنا ده هيكون ليه خصم تاني خالص فانتوا جربوا واتصلوا عليه وشوفوه وشوفوا هيتعامل معاكم ازاي ولو اثر في حاجه اعتبروها عندنا عندنا العيب نايس حاجه واحده بقى ايه اللي النهارده اللي حاجه لا والله انا عن نفسي كنت هنعلق بس على الراجل ده لا والله تعليقك الاول انا لو عندي مكان اسيب بصراحه لمسه الجمال بتاعه الراجل ده عجبتني جدا اسيب له مكان اقول له اختار انت بذوقك اعمل ايه هنا احنا بالنسبه انا عن نفسي لما رحت المكتب انا ونهال عشان خاطر نتفرج على الستاير والشغل بتاعه احنا رحنا كده لقينا شغل كله حلو عملنا ايه نهال وقتها احنا قلنا له اتعامل انت قلنا له اتعامل انت واحنا علينا نستلم منك البيت مالناش دعوه بحاجه المهم بقى في النهايه عشان خاطر نبقى
فاحنا ايه مبسوطين وكلنا مبسوطين ان شاء الله. ايه رايكم في البيت بقى كلكم؟ الله اكبر ما شاء الله اكبر. احنا الحمد لله حاولنا ربنا يكمل لكم على خير يا رب، وان شاء الله تبلوا قطعات صغيره كده بس زي ما اتفقنا يكونوا عاقلين وهاديين ان شاء الله. هيجيبوا العقل منين؟ هيجيبوا العقل. دي صعبه بس دي صعبه يا حاج، نجيبوا العقل دي صعبه. اقول حاجه، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزواج ما هوش سرير جديد وسجاده وكلام كتير، الزواج مسؤوليه، لازم تبقى قد المسؤوليه، تبقى عاقل، تبقى رزين، وتعرف اللي ليك وتعرف اللي عليك، وتبقى في هدوء. والوصيه الاهم تعامل مع ربنا كويس ان شاء الله. عندكم موضوع، عندكم جواز، عندكم مش عارف ايه اللي هو يلهيكم عن عباده ربنا؟ لا وفي حاجه، ده العباده والسجود لله على النعمه، وصيه خاصه بقى ان شاء الله ربنا يتمها على خير. ليله الدخله اول ما تخش من الباب انت وعروستك تتوضوا وتصلوا ركعتين شكر لله وتتمنوا من ربنا ان يرزقكم الذريه الصالحه. ابتديها يا ابني بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. دي الوصيه. الوصيه الثانيه، خليك حازم في كل حاجه، خليك رزين في كل حاجه، خليك هادي في كل حاجه. عود نفسك تبقى رزين وهي معاك تبقى رزينه وتتفاهموا زي العصافير كده. لو انا قاعد بسمعش انتوا بتقولوا ايه، وتعود دايما مشكلتك تحلها داخل اسرتك، ما تطلعش بره البيت. تطلع بره البيت بقى لفاضيك اضيق اضيق حدود، يعني لما تحس ان المشكله بقت اكبر منكم ممكن الراجل ده يتدخل، انا اتدخل، محمد يتدخل، بس ما تطلعش بره البيت. ان شاء الله مش هيبقى في مشاكل لان حسن هو برضه حاجه دي في حاجه برضه يعني، بس هو الجواز في البدايه عايز رزانه وعايز حكمه وعايز حنكه. في حاجات مش هتعجبك فيها وهي في حاجات مش هتعجبها فيه، نتفق مع بعض ونخلي ايه الحاجات دي تكتمل بالذكاء بالحب بالموده، لان الزواج موده وسكن ورحمه. وربنا يكمل نعمته عليكم، ربنا يسعدكم ويتم نعمته عليكم ويجعل ايامكم احسن من ايامنا. أمين. وربنا يدينا طولة العمر ونشوف عيالك. ايوه وعيالها واتجوزوهم ان شاء الله. انا والحاجه الطيبه المسكره دي لا واتجوزوهم ان شاء الله. يا رب يا حسن اشوف خلفك يا رب. يا رب يا ام في حياتك يا رب يا حبيبي. ده دلوقتي ده ايه الرومانسيه امي امي. ايوه انا ما كنتش مصدق ان انا عايزين لما اتجوزك هتقلب يا رب. عقبال ما اتجوزي ليلي يا رب. هي كمان يا رب حضر يا رب. لما بيعملوا كده في الوقت ده ليلي الف مبروك. اه ان شاء الله مش عارف اتقع. المهم بقى ان احنا دلوقتي عندنا خطوه مهمه وهي اللي فاضله، وهو التست الاخير للبدل والفساتين عشان الفرح. محشي ايه يا محمد؟ يلا بينا يا عم. مش ماضي المحشي، احنا عاملين محشي وفراخ. انت كنت خاطفني يا عم شرطه نص ساعه، انا داخل في 3 ساعات. انت زمانك جوع. هزودك بريزه يا معلم. انا حاسه من زمانك جوعت من الفرح. والله ما جوع، بس هو كان واخدني نص ساعه قال لي اخطفك. ما احنا جوعنا. هنزودك بريزه يا عم. يلا بينا عشان انا جعان. يلا بينا. يلا كده الفيديو بتاعنا خلص، مستني اعرف رايكم في كل حاجه انتوا شفتوها. الحمد لله ده اللي ربنا قدرنا عليه، واحنا مبسوطين جدا من البيت بتاعنا. ويا رب نكون قدرنا نوصل لكم حاجه كويسه وتعجبكم، وقبال عندكم جميعا، وربنا يصلح حال الجميع. وانا بشكركم جدا جدا، والحمد لله والشكر لله ان ربنا انعم علينا اللي احنا فيه. الحمد لله. وانتظروا الفرح بقى عشان ان شاء الله الفرح هيبقى جميل قوي ان شاء الله باذن الله. وباركوا الحسن وباركوا النهال، واضغطوا اللايك وباركوا للحاجه على العروسه الجميله دي. ونشوفكم ان شاء الله على خير. ومع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. يلا بقى على المحشي بقى. مش يلا على المحشي.